وينضم إلينا الداعية الإسلامية الشيخ رافد العبيدي للحديث حول هذا الموضوع. شيخ رافد، مرحبا بك عبر حصاد التغيير. ربما هناك الكثير ممن تحدثوا وقالوا بأن ردود الأفعال من قبل الحكومات لا تكفي، لكن إذا ما تحدثنا عن كيفية تجيير مثل هذا الأمر لصالح العرب والمسلمين، كيف من الممكن أن يكون ذلك وما هو المطلوب من الجماهير العربية والإسلامية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأشكر قناة التغيير وجميع الكادر والعاملين فيها على إتاحة هذه الفرصة لي. وبداية أقول هذا العمل الذي يقوم به البعض من التافهين الذين لا يمثلون الإنسانية، لأن القرآن والإسلام هو جاء للحفاظ على الإنسانية بإذن الله تعالى. هؤلاء لا يمثلون الإنسانية، وهؤلاء أشخاص إنما يقوم بهذا الأمر دليل على عجزهم. وهذا الأمر لم يكن حديثا، بل هو كان قديما حتى على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما قال ربنا سبحانه وتعالى وذكر هذا الأمر في كتاب الكريم: كان المشركين يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكان في الماضي في القديم يخافون من هذا القرآن. وحتى جاء لبيد ابن ربيعة الشاعر المعروف وكتب أبياتا يهجو النبي صلى الله عليه وآله وكتابه وقرآنه، فعلقها على الكعبة. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فلم يمزق هذه الصحيفة ولم يسيء ولم يقم بالسب أو الشتم، بل علق بجانبها آيات من القرآن. فعندما جاء هذا الشاعر البليغ وقرأها فرخ وقال: ما هذا؟ قال له: هذا القرآن مما يتلوه محمد صلى الله عليه وآله. فذهب بنفسه ووقف أمام النبي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أن هذا القرآن هو قرآن منزل من عند الله تعالى. وهذا لبيد ابن ربيعة هذا الشاعر المعروف في زمن الخليفة عمر الخطاب رضوان الله عليه طلبوا منه أن يقرأ أبيات من الشعر، فقرأ عليهم سورة البقرة. فقالوا له: ما طلبنا منك أن تقرأ سورة البقرة، طلبنا شعرا. فقال: ما ينبغي لي بعد أن حفظت سورة البقرة أن أقرأ شيئا من الشعر. فهذا الخوف، التخوف من القرآن كان قديما. فلهذا المنحرفون عن منهج الإنسانية يحاولون بكل الطرق أن يقوموا بالإساءة للقرآن. وأنا أوصل رسالة إلى كل أبناء الأمة الإسلامية في كل مكان، وأقول لهم: لا تتشنجوا ولا تكون ردود الأفعال مشينة ومسيئة إلى هؤلاء، بل تعاملوا معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وآله مع خصومه، لأننا أمرنا بأن ننضبط لضوابط الإسلام، والإسلام أمرنا بأن لا نتجاوز على أحد وأن لا نسيء على أحد، بل علينا أن نترجم القرآن إلى واقع عملي لكي يفهمه هؤلاء. نعم، أجدد التحية بك ثانية شيخ. أستدل من كلام حضرتك بأن هنالك خطورة كبيرة لربما من وراء هذا الاستهداف الغربي المباشر لخلق لربما فتنة أو خلق عنف وفتن طائفية في البلدان العربية خاصة الإسلامية. من هنا كيف من الممكن أن تتجنب الدول العربية والإسلامية هكذا إساءة مستقبلا؟ نتجنب هذه الإساءات بإذن الله تعالى بأن نقرأ السيرة قراءة صحيحة، وأن نبين للغرب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وكيف كان يتعامل مع خصومه أو مع الآخر. يعني نبين لهؤلاء جميعا أن نبينا هو نبي رحمة، وقرآننا قرآن رحمة، وكل محنة وإن كان ظاهرها سيء نتائجها إيجابية. كل ما يقوم بهذه الأفعال من هؤلاء المنحرفون، هذا سيأتي زمان بإذن الله تعالى يتحول إلى منحة، لأن البعض بدأ يهتم بهذا القرآن ويقرأه، وبدأ يكتشف استدلالات عجيبة أن هذا القرآن كلما اكتشفوا اكتشافا علميا في الغرب وجدوه يتفق مع القرآن. فعندما نقرأ قصة موريس بوكاي هذا العالم الفرنسي المعروف الذي جاء لكي يبحث ويدرس عن قضية فرعون، فجاء موريس بوكاي لكي يكون رئيس اللجنة في فرنسا بطلب من رئيس فرنسا، جاءوا بالفرعون من مصر وجاءوا به إلى فرنسا. فترأس موريس بوكاي الوفد وبدأ يبحث
إلى أن صرخ وقال: لقد اكتشفت اكتشافا عظيما. قال له صاحبه: ماذا اكتشفت؟ قال: اكتشفت أن هذا الفرعون قد مات غريقا. فقال له: لا تستعجل، إن القرآن الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وآله عند المسلمين يذكر هذا الحقيقة. قال: مستحيل. فذهب ليقرأ التوراة فلم يجد نهاية الفرعون، والإنجيل وكذلك لم يجد، ولكن عندما قرأ القرآن وجد قوله تعالى: اليوم نجيك بدنك تكون من خلفك آية. فموريس موكاي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبدأ يترجم القرآن باللغة الفرنسية إلى العالم بأسره. فعلينا أن نفهم أن سبب الأحقاد وسبب الخوف من هذا القرآن هو لأنهم وجدوا أن كل الاكتشافات الحديثة تتفق معها القرآن. وسأقرأ لكم أو أقرأ لكم بعض ما يقوله أهل الغرب. يقول منصر الحقود كاتلي: يجب أن نستخدم هذا القرآن، وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه، للقضاء على الإسلام نهائيا. يجب أن نبين للمسلمين أن الجديد في القرآن ليس صحيحا، وأن الصحيح في القرآن ليس جديدا. ويقول منصر الحقود ويليام جيبر: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب، يمكننا أن نرى العربية تدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. ويقول رئيس وزراء بريطانيا السابق جلادستون: ما دام القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق الأوسط، ولا أن تكون أوروبا بنفسها في أمان. ثم أمسك القرآن بيده أمام مجلس العموم البريطاني في اجتماع متكامل وقال: أمامنا عدة عقبات للقضاء على الإسلام نهائيا، الأولى القرآن، والثانية الكعبة، والثالثة صلاة الجمعة. هذا هو معتقدهم بالقرآن. علينا أن نبين لهذا أن الله سبحانه وتعالى قد تحداهم وتحدى أهل الجاهلية والشرك بآيات عظيمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا. فعجزوا، فخفف الله تعالى التحدي فقال: أن يقولوا افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مفتريات. فعجزوا، فخفف الله التحدي فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. التحدي باق إلى يوم القيامة، وسيبقى هذا القرآن بإذن الله تعالى ناطقا بالحق. وهذا القرآن يحترم جميع الأنبياء والمرسلين، يحترم عيسى وموسى وكل الأنبياء الذين بعثه الله تعالى، هو دينهم الإسلام، وهم الذين يعترفون به القرآن. الإسلام الذي نحن نتمسك به بإذن الله تعالى هو إسلام موسى وعيسى وكل الأنبياء، هو إسلام إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وهو إسلام موسى قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وهو إسلام عيسى عليه السلام الذي قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا الإسلام هو دين يوسف قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا الإسلام هو دين سليمان عندما بعث كتابه لبلقيس جاء فيه: ألا تعلوا عليه وأتوني مسلمين. ونبينا صلى الله عليه وآله يقول: نحن الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. يجب أن يفهم الغرب ماذا يريد الإسلام. الإسلام هو دين الجميع، وهو دين الرحمة والتعايش والإنسانية والخلق. فعلينا أن نتعامل مع هؤلاء بكل خلق، وأن لا نبادر بتمزيق كتبهم المقدسة أو إساءة إليهم، لأننا كمسلمين أمرنا أن نتخلق بأخلاق القرآن وأن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكي تعود هذه الأمة إن شاء الله أمة قوية. وأن لا ينسى هؤلاء أن عيسى عليه السلام عندما ينزل بإذن الله تعالى يقدمه الناس فيرفض، فيقول: إمامكم منكم إكراما لكم يا أمة محمد. نعم، نود أن نشكرك على انضمامك معنا الداعية الإسلامي عبر الهاتف من بغداد الشيخ رافد العبيدي، شكرا لجنابكم الكريم.